أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أنا توفيق علي من قرية وادي النيس من محافظة بيت لحم حارس فريق وادي النيس وأيضاً حارس منتخب فلسطين من 2010 لحتى الآن وأنا أمثل منتخب فلسطين ولعبنا في بطولات كثيرة وفي أمم آسيا في أستراليا 2015 أمم آسيا في الإمارات 2019 وادي النيس عبارة عن جبل يتكون من 900 شخص ميزوا شباب هاي القرية أو حبهم الأكبر كان في لعب ممارسة كرة القدم أكثر من التعليم وأكثر من أي شيء ثاني ولكن ضمن دراستي كان عقلي وكنت تفكيري وكل اهتمامي أكثر في لعب كرة القدم فلما خلصت التوجيه يعني والدي حكى لي راح أبعثك على مصر حتى تدرس طب هنا فأنا حكيت له والدي أنا بتأسف لإلك وماش راح أقدر أروح لهناك لأني حاب ألعب في كرة قدم في مع فريقي وأستمر لأنه حاس موهبتي يعني أكثر أني راح أنجح في مجال الرياضة مجال حراسة المرمى وافق أني أظل هون يعني دخلوني يعني مباشرة ألعب في الفريق أعشق كرة القدم يعني من صغري أنا بحب حراسة المرمى بالتحديد نحن هون بالقرية ما عندنا ملعب يعني ملعب كبير للعب كرة القدم أقرب ملعب علينا بعيد يعني نصف ساعة أحيانا ما بنقدر نروح للملعب يعني في معيقات في الطريق في بسبب الاحتلال المشاكل اللي بتعيش فيها الشعب الفلسطيني والأراضي الفلسطينية فمرات يعني بلتجئ إني أتدرب في التدريبات لوحدي إحنا عائلة واحدة ومنلعب من أجل الفريق ومنلعب من أجل أهل البلد ما فيش بيت إلا فيه لاعب كرة قدم في 84 كان عدد وادي النيس ما يزيدش عن 150 شخص ربيت بين عائلة رياضية يعني صحيت على الحياة لقيت عمامي 6 عمام إلي بلعبوا كرة قدم عشقت هاي اللعبة من وأنا صغير فوين كان يكون في مباراة لوادي النيس كنت أنا موجود فيها كنت أروح أشجعهم كنت أروح يعني أساندهم لحد ما صار عمري 15 سنة يعني المدرب اكتشف فيها يعني إني أنا لاعب ولازم أكون بالفريق ما في ملعب بوادي النيس ملعب كرة قدم كبير حشيش طبعاً أنا بلجأ إني أروح ألعب في الساحات في الشوارع في يعني في الجبال بطلع بلعب وطبعا لما اطلع بحب الاشي هذا طبعا اني العب في الجبال لانه هذا بيعطيني اشي يعني بيعطيني اشي منيح وبيعطيني دافع قوي اني اصر اني انا راح اعمل اشي لوادي النيس أنا وعيت على الدنيا وفيش بالبلد في وادي النيس إلا موضوع الرياضة ولحد الآن ما حد هون بيحكي بموضوع سياسي ما حد بيحكي بأي موضوع خاص غير موضوع الرياضة
أنا حبيت كرة القدم لأنه أبوي أحد جنود وأحد صناع المجد لفريق نادي وادي النيس. ما عندنا أي إمكانيات، لكن إحنا بنعتمد على أنفسنا، على الروح اللي إحنا أخذناها من أجدادنا من أبهاتنا. وادي النيس حكاية، يعني طريق البلدة، طريق العائلة الواحدة، يمكن النبذة الوحيدة حول العالم، فريق موجود مكون من 7 أشقاء إخوان بيلعبوا بالتشكيلة الأساسية، وحارس يعني حارس المنتخب الوطني الفلسطيني ابن أخوهم، وأنا وأخوي وابن عمي، يعني هاي يمكن نادرة مش موجودة بأي مكان بالعالم. الناس حتى بالمسجد بتردد بس كرة القدم، خارج المسجد كرة القدم. يعني حتى اليوم في مباراة احنا متأهلين ومتصدرين وخلص احنا محترفين، لكن هم همهم ويعني كل البلد. يعني ابني 4 سنين كل يابا بدي اجي على المباراة اليوم، وهذه الناس حالة نادرة. فكيف انه من خلال 500 شاب انه يطلع فريق كرة قدم عم بقارع؟ احنا الفريق الوحيد يمكن لحد الآن وادي النيس اللي مثل في البطولات الآسيوية وعمل إنجاز، إحنا وصلنا للدور 8 كوادي النيس. لحد الآن ولا فريق فلسطيني، ولا فريق فلسطيني لحد الآن وصل الدور 8. اللهم يا رب العالمين جمعتني يجو غالبين يا الله. اللهم يا رب العالمين جعلنا مع سفر اليوم يا الله. آمين. يا رب جعلوا يصيروا محترفين يا الله. آمين. الله يجعل عبد الله وسليم يجو فرحانين يا الله. آمين. اللهم أنت الصاحب والسفر والخليفة في الأهل. اللهم إنا نعود بك من أعداء السفر، إكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد والسلام. فإن شاء الله اليوم إحنا بنحافظ على صدارتنا، وإحنا فريق يعني كل الجماهير الفلسطينية والملاعب تشهد لنا. الله يسهل عليك ويجعلك تروحوا فايزين ومبسوطين، وعاش تسوي مشاكل تسوي إشي مع اللعيبة، لازم تكونوا مؤدبين ومحترمين. بس أنتم طولوا أرواحكم والعبوا بهداوة، والحمد لله إن شاء الله أنتم من الناجحين دائما دائما، والحمد لله ظلوا ناجحين. عندك يكون مع واحد من قلبية الدفاع، احمد عودة واحمد جمال على طول بدكم تسوي عمق دفاعي. وين الطابة موجودة؟ معروف مين الثلاثة اللي بدهم ينقضوا على اللي يستحوذ على الطابة. العم من اول لمسة زي ما اتعلم، اكثر اشي لمستين محاولة المحاورة ل4-5 لعيبة سيبك منها. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. سواء خسرانين فايزين متعادلين، عندنا هاي مصطلح مستحيل يتغير حتى باجداد اجداد اجدادنا، دائما قراءه الفاتحه، وعندنا المعوذات الثلاث هي العامل باذن الله تعالى، هي الشيء الوحيد اللي احنا دائما بنكرره. علم ينجحوا يا الله، ويوفقكم الله من فوق. Oh,
يعني احنا اثنين متصدرين، ليش ما غلب وظل في الصدارة؟ ويعني اذا انت بدك تفوز وبدك تقول له لا بدي اشتغل اني اضل انا افوز اضل في الصدارة. ليلة 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 احلى ليلة يا شباب، ليلة 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 احلى ليلة يا شباب. الملعب كله ازرق والخارج ترجي وادي النس يلبس ازرق، لو الملعب يتكلم خلينا الملعب ينطق، لو الملعب يتكلم خلينا الملعب ينطق. الملعب كله ازرق ترجي ترجي وادي النس يلبس ازرق، لو الملعب يتكلم خلينا الملعب ينطق. ما بتوقع انه في بيوت انه نساء انه عم بيكون في عندهم ردة الفعل او بيكون عندهم التفاعل زي 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 اهالي فريق وادي النيل. يعني حتى في نسوان عندنا والله ما بيعرف كم لاعب بيلعب بالفريق، يعني عدد اللاعبين اللي بيلعبوا الفريق ما يعني شو كرة قدم ما بيعرف، لكن خلاص بيعرف انه خلاص اشرف يفوت على البيت مبسوط الله يبسطك زي ما ابسطتنا الله يفرح قلبك. مية وخمسين ميتين غرام ذهب اللي بس من نساء البلد للنادي، فهذا اشي بيخلينا احنا كلاعبين حتى داخل الملعب حتى نموت احنا، لكن بالنادي على 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 موضوع مؤسسة مستعد اهل البلد يبيعوا اي اشي كرمال انه الفريق يضل محافظ على اسم مدينة بيت لحم اسم يلعلع فلسطين. لما اروح على البيت وافوز بحس حالي اني انا في عالم اخر، اشوف الفرحه في عينين امي في عينين زوجتي في عينين اخوي في عينين ابني، هذا الشيء يعني اللي بيعطينا الدافع القوي انه كل مباراه احنا نضحي ونلعب ونفوز. بنروح بيكون مناسف موجود، اذا خسرنا دبر حالك اعمل لك على كل تشرف اعمل لك حبتين بيض كلهم ونام. عايشين احنا يعني في الطبيعه والحمد لله رب العالمين، بلدنا يعني احنا بنحبها وشو ما تكون احنا دائما بنحبها. وادي النيس عدد سكانها 1800 نسمه، منهم يمكن 400 طفل، ال 400 طفل بيلعبوا كوره كلياتهم بيحبوا كره القدم، شغف كره القدم. بدت القصة أول شيء يوم صار اللعب، بك عندي ست أولاد بدوا يتعلموا في الرياضة، أول علي هذا البكيان
بعدين عمر، بعدين صلاح، وبعدين اللهم صل على سيدنا محمد فيصل، بعدين صالح. وهذول ستة لعبوا مع أول إشي، أول البداية. بعد ما صارت الأيام كثيرة والسنين، وظلت تحرك قديش أيام الحين صار. هذا صار أيام الحين 40 سنة ويلعب. تشبر هذولا. أجل الأولاد هذولا بعدهم. هذا منهم وهذا وفرة أربعة. لما كنا نطلع على مباراة كنا نطلع نيجي الست أشقاء، نيجي ونسلم عليها ونسلم على أبوي، نبوس إيديهم ونطلع يترضوا علينا. ويعني الكلام الحلو يحكولنا إياه، اوعوا اوعوا شو ما صار تنغلبوا، شو ما يصير في نتيجة المباراة اوعوا المشاكل، اوعوا خليكوا في الملعب ومنضبطين. والحمد لله رب العالمين تربينا على هذه الشغلة. كنا ستة أشقاء، كانوا أولاد خالي اثنين أشقاء كمان، أولاد عمي اثنين، والحارس ابن أخوه. يعني عيلة واحدة مكونة من 11 لاعب في الملعب. كان أبوي رئيس النادي، كان هو يعني مؤسس نادي وادي النيس في سنة 84. فأبويا يعني عمل المستحيل وسجل فريق وادي النيس في الرابطة. عندنا حج يعني ما شاء الله عليه، عنده 12 ولد، وال 12 ولد سبحان الله يعني ال 12 ولد 12 لاعب فرغوا أنفسهم للنادي، أولادهم حاليا موجودين بالفريق. في 2015 يعني صدفت انه العب انا وقدامي ست اعمام الي، ست اعمام اخوه ابي موجودين في الفريق، وفي كمان ثلاث لاعبين اولاد عم الي. يعني مش عمرها صارت يعني في العالم كله انه فريق مثل هيك يتكون من عائله واحده. يعني مش كل سنه يتغير الفريق، كل سنه نفس الفريق ونفس اللاعبين، يعني حافظين الخطه، حافظين كيف كل لاعب شو بتميز. كانوا نجوم وأنا لعبت معهم يمكن 3 سنين، لعبت معهم لحقتهم. صح إن هاي السنة طلعنا على المحترفين، بس صدقا ما يعني كنت كل مباراة تكون غايبة عني الفرحة. أفقد إعمام اللي يكونوا معي بالفريق، سميح كابتن الفريق، يعني لعبت معه 6 مواسم، السنة هاي مش موجود معي. أطلع على الكابتن ألاقي أشرف، طب وين سميح؟ وين سميح اللي بهدلني في الملعب لما كنت أعمل إشي غلط، لما كنت أخسر الطابة، لما يحكي لي طيب إذا بدك تتهبل في المباراة طب سيدك يوم نروح شو بدي يحكي لنا سيدك؟ اللعب بدنا نفوز عشان سيدك، بدنا نفوز عشان البلد، علشان هيك هو لازم يكون مبسوط. كل مباراة إحنا منفوز فيها، كل مباراة لازم نيجي عليه على البيت نأخذ الرضا منه ونحكي له مبروكات الثلاث نقاط عليك. صارت معنا شغلة في مباراة في استاد ريحة، كنا نلعب مع الخضر في دور الأربعة في الكاس. لعبنا كنا إحنا 5 أشقاء في الملعب، كان خضر احتياط، كان عنده إصابة مصاب. الخضر كانوا فايزين علينا 1-0. ظلت المباراة لدقيقة 75. قلت بدك تنزل بأي شكل من أشكالك تنزل في المباراة. نزل خضر في المباراة،
في 8 دقائق بالضبط كلب خضر كلب المباراة كلياتها، يعني سجل هدفين، فزنا على الخضر 2-1 ولعبنا في النهاية مع شباب الخليل وفزنا على شباب الخليل بركلات الترجيح وأخذنا البطولة. إنه إحنا كنا في الملعب بدون خضر، دون الأخ السادس في الملعب كنا مش كاملين. يبقى يتأخر يصد بدنا البطولة، بدنا اليوم نفوز منك ومن أبغانا، تضغطوا اللاعبين تحفزوهم أي شيء، بدنا المباراة إن شاء الله. كيف؟ ما بنعرفش. اليوم التتويج إن شاء الله يا أبو أنس بتفوت أنت على اللاعبين بتحفزهم. المهم بدنا الليلة نحتفل في القرية يا التتويج. حجة ادعينا اليوم لأن دعاك أنت إن شاء الله مستجاب. يا ما شاء الله عليك نفوز اليوم ان شاء الله. امين انتم فايزين ومبسوطين على جدنا وقدوتنا. السلام هلا هلا بالشباب. شو يا محمد؟ في له محل هذا حازم؟ في محل. اللهم انا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم اهون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل. الله اكبر. الله أكبر. مش أطول في الحكي ومش كثير الحكي اللي بدي أحكي، لأنه إحنا وصلنا لمرحلة أظن إنه كل لاعب عارف شو المطلوب منه وانتهى هذا الموضوع. حمزة في اللعبة الفاتت عشانه لعب دخل على النص وصل وجاب جوال وسدد احنا اسبوع هذا ما تمرناش الا تمرين واحد على فكره. بعدين الاهلي جاهز اشطر منا. احنا النسوان بحالنا تعلقنا مع اللعب. والله بك يا مكبه في عروس ما نروح على العروس الا تخلص اللعبه. نجحوا نروح على العروس، ما نجحوش نروح ننام. فيش هذا، احنا يوم يفوزوا زي ما نلاقى كنز ذهب، ويوم ينغلبوا زي ما يموت واحد. والله كل ايامنا ما طفلون ولا انغلبوا، والحين الحمد لله رب العالمين. نزعل احنا عليهم الحين بس مش زي كابل.
نضلي نغني هان حوالين ضنا تيجوا حملين هالطبابيل ونغني لهم تيجوا. احنا عندنا مباراة اليوم مع مركز رقم واحد، احنا مصدرين، بهمنا انه احنا ينتهي الدور الاول واحنا مصدرين، لانه هذه حافز كبير للعيبة في الدور الثاني. ان شاء الله احنا نتمنى ونتأمل من الله انه اليوم الله يوفق الفريق وناخذ الثلاث نقاط. يعني ما في بث للمباريات، الشباب بثوا على التلفون وكل القرية بتتابع اليوم على التلفون، يحضروا المباراة على التلفون. في شباب يعني معهم شرائح جوال وببثوا المباراة، والجمهور يعني جمهور وادي النيس يعني حتى اليوم ما فيش ولا واحد طالع، كلهم في أشغالهم، حيحضروها كلياتهم على البث المباشر. كلهم بسحج برمي عليهم مردك بلك عشب من الشجر اللي حوالينا عند ابو عماد، برمي على السيارة حبه عشب شغله. احنا الفطبل عندهم زي التعليم الدكتوره اشطر. والله عندي ولد حفيد ابن ابني كان له ظل اكره 100 سنه ما عمني نجحت، بقول له طب ليش يا ستي بس جيب شهاده التوجيه، قال انا بدي العب فطبل. هو بيعرف ايش يلعب فطبل ولا بيعرف شنا هو. كل هاي الأفكار باكيمة من راسي وأنا بظلني مركز بس بالفريق، فريق أبوي بفريق سيدي بفريق إعمامي، ست أشقاء اللي ضحوا بسنين عمرهم بهاي الفريق. كثير مهمة لازم نفوز فيها. تذكر اللعب المباراة هذيك لما خسرنا أبوك كيف زعل وكل اللاعب زعلوا. طبعا قرية وادي النيس كثير بتسأل قديش العدد وهيك. كثير إن شاء الله. يلا يا رب يا رب يا رب. إن أبوي رئيس النادي أنا بهتم لهذا الإشي، برضو فرحة أبوي يعني بنبسط كلنا لهذا الإشي. برضو الأجواء اللي بتكون عنا بالبلد كلنا يعني بننبسط هذا الإشي، وأخوي هو بيلعب أخوي بيلعب مع الفريق يعني عشان هيك إحنا ننبسط كلنا.
والله لو شاطها منيح يعني شوفي كيف اخطوها. انا بالنسبه لي كل العيله انه بحبوا الكره يعني اذا خالي اذا حارس مرمى يعني ثلاث وابوي يعودوا في النادي يعني وكل اجواء فيها مباراه لهيك احنا راح نحب المباراه الفوتبول بشكل عام لما نشوف كل الاهل هيك مهتمين للمباراه والشيء فخلص احنا تعودنا وصلنا زيهم يعني قعدونا يعني بشكل عام كل مكان موجوده يعني انه احنا بنبسط يعني انه كيف يعني كيف صرنا وكيف يعني كنا وننبسط كتير انه احنا هيك منفوز وهيك وبعملوا اجواء يعني انا بنبسط كتير يعني هما يلعبوا ويفوزوا ثلاث نقاط مهمات تحزيز الصدارة الحمد لله رب العالمين توفيق من الله عز وجل يعني احنا قدمنا مباراة اليوم فزنا 3-0 كان شعور لا يوصف يعني بالنسبة لنا لأهل البلد يعني احنا في الفوز دائما يعني نعمل جو حلو لما نروح من المباراة في البلد وكل أهل البلد يعني بتجمعوا وبيستقبلوا اللاعبين وبيحتفلوا بالفوز شعور الفوز له نكهة خاصة يعني احنا كشباب البلد يمكن 500 شاب فانه يطلع فريق بعشرين لاعب وبشي معزز والله من اي مكان بقارع كل هاي الفرق الفلسطينية اللي بتمتلك كل الامكانيات المادية كل الوسائل اللي بتأهل شباب الخليل مدينة كبيرة نص فلسطين من الخليل رام الله القدس جنين يعني وادي النيس حالة نادرة سبعة نطلع الشغل للأربعة ثلاثة ونص منروح الدوام يعني منروح الدار ما بنغير إلا وإحنا رايحين على التمرين إرهاق كله إرهاق هذا حياتنا اليومية يعني الشغل شغل هاي اللي بتصير معنا كل يوم يعني وبمللونا يعني بصير ملل عند الإنسان يعني هم اللي بيدخلوك هم اللي بيطلعوك أنا يعني شو بدي أسوي غصب عني أنا بدي أطلع وأدخل وبدي أفوت عشان أشتغل يعني كل لعيبة فريق وادي النيس بتشتغل يعني يمكن واحد أو اثنين بيشتغلش إنه الراتب اللي بتكضى اللاعب من النادي ما بيكفي عيلة ما بيكفي العيلة فانا بضطر اني انا اطلع اشتغل يعني شغلي يعني المصاري اللي باخذها من النادي مع شغل اللي انا بشتغله برا هيك انا بقدر اصرف على عيلتي وبقدر اكون في حالي احنا في نادي وادي النيس غير كل الانديه ما بيصير لاعب من النادي من اهل البلد ما بيصير يوقع على عقد ولا باي شكل من الاشكال شو بيجي مصاري للنادي شو بيجي دخل للنادي رئيس النادي أمين الصندوق المسؤولين الإدارة في النادي هم بوزعوا مكرمة للاعبين يعني بس اللي بتيجي للنادي خطيرو
أنا بلعب من أجل الشعار، أنا واحد من اللاعبين اللي بلعب من أجل الشعار، يعني في مصاري كان به، ما في مصاري ما بتفرق عندي، يعني بطلع التمرين، يعني لو كان في جنين التمرين أنا مستعد أشغل سيارتي وعلى حسابي وروح للتمرين. بدنا نتكيف مع الجو، يعني شو ما يكون الإشي بدنا يعني نمشي معاه، لأنه هاي الحياة هيك وبدها تمشي شو ما تكون يعني، بس يعني غير عن هيك إحنا مكملين ورح نكمل لحتى نوصل للمراد اللي بدنا إياه في وادي النيس بإذن الله تعالى. في لاعبين بتأخروا أو بيغيبوا بسبب أشغالهم، يعني اللي بيكونوا يعني بيشتغلوا فيها بتأخروا على التدريب لأنه ما في دخل منتظم للاعبين فريق وادي النيس. إحنا في بلد احتلال، يعني حتى الحياة اليومية صعبة، كرة القدم صعبة، أي حياة أي مجال في فلسطين لازم يكون عندك طموح، لازم يكون عندك إصرار وهدف حتى توصل، مش راح توصل يعني بدون ما تتعرض لصعوبات كثيرة. شيء مش سهل إنه عنا بتحدنا من الشمال مستوطنة، عنا ظروف صعبة جداً ومعيقات كثيرة بتواجه هناك قرية وادي النيس، ومن خلال هاي المعيقات يعني إحنا وصلنا للعالمية ومثلنا فلسطين ونلعب في الدوري الفلسطيني للمحترفين، وخرجنا ومثلنا فلسطين خارجياً في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، فزنا في مباريات، فزنا على الشرطة العراقي، يعني بضم 9 لاعبين في منتخب العراق فزنا عليهم. إحنا فيش عندنا أي حرية، عندنا هون الجدار، فإحنا فيش عندنا أي مجال إنه نمارس فيه هويتنا الرياضية إلا هذا الجدار. الجدار بمد تقريبا من خلف المدرسة لمنطقة اسمها واد رحال، يعني فيها تقريبا 4 كيلو، هاي هي، هذا هو شارع فقط لا غير. يعني أنا أكثر من مرة الفريق والله يمكن كذا مرة أكثر من ساعة وإحنا محجوزين. هاي مستوطنة إفراط، هاي اللي عجنبينا فشية الوحيدة يعني، وإحنا حدودنا حد وادي النيس، يعني في الأراضي هاي الصور، هذا البراني، هذا حدود وادي النيس، إحنا من هنا وورا ما إلنا فشي إلنا أرض من مرة نهائيا. هاي البلد يعني اللي إحنا الموقع اللي إحنا فيه كان فش فيه سكان، كان شوية 4-5 يعني من في هاي المنطقة في البقعة اللي إحنا فيها، باقي ظل الناس أجوا ختياريتنا بنوا هنا، كل واحد دار إله بنا وسموها وادي النيس. اللاعب صراحة بتعرض لضغط نفسي وضغط عصبي، ويعني عليه مسؤولية كبيرة، أو كوني حارس مرمى لازم أتميز إني أكون، لازم أكون في كامل تركيزي، كامل راحتي، كامل لياقتي، كامل يعني كل شيء لازم يكون متوفر فيه، ممنوع أكون تعبان أو نعسان أو إشي لأنه راح يأثر علي في المباراة، ولما يجي هدف فيه الكل بلومني، يعني هذه مسؤولية كبيرة علي لما نخسر أو يجي فيه هدف، يعني بظل متقلق أو زعلان ليش أنا ما ساهمت إني أشيل الكرة عشان الفريق ينجح. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا. اليوم المباراة مع أهل الخليل مباراة راح تكون قوية جدا جدا جدا، علشان المركز الأول أول شيء، وعلشان البطل، يعني إنه إحنا كلاعبين وادي النيس متعودين دائما إنه نكون إحنا أبطال الدوري، فهاي الشغلة يعني محافزيتنا كثير اليوم للمباراة،
وإن شاء الله ربنا يوفقنا ونجيب الثلاث نقاط. وطبعا الفريق اللي بدنا نلعب ضده فريق كبير، فريق عريق، له بطولات وله إنجازات كبيرة، فريق أهل الخليل. يعني هاي مباراة بصحش إنه إحنا بعدنا قعدنا على كرسي الصدارة نعاود نتنازل عنه، عشان هيك لعب في نفس أشرف الدور اللي لعبته في مباراة صور باهر، نفس الدور بدك تلعبه في هاي المباراة. ترجع يعني؟ بدك ترجع لما الطابة بتقطع وسط الملعب، ما هو مش صح. تعال هذا بطل. بدنا نحافظ على الصدارة، إيه بدنا نصل، بدنا العطلة طرف شمال يمين، تشيل الملعب بده يحرق، محمد زيدان زي اللعبة الفاضية، تشيل بده يحرق. عرف اسم وادي النيس وقرية وادي النيس اللي هي يعني صغيرة في 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 عدد سكانها لكن كبيرة بالاسم اللي عملته من خلال بوابة كرة القدم. يعني ما بترك أهلي وما بترك فريق ملك البطولات، ما بترك أهالي البلد، ما بترك نساء البلد. يا وادي النيس سيطر عالساحة عالساحة، بطل الملاعب وادي النيس يا منتخبنا الوطني.